رجعنا لكم تاني مشاهدينا الاعزاء، ويا مرحبا يا حباب كل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. ووصلنا لفقرتنا الاخيره اسهام، وهي ذاكره المكان. ذاكره المكان، والليله حنمشي لام الغرة. ام الغرة، وحيكون بدايه نتعرف على ام الغرة. اول نتعرف على ضيفنا الاستاذ سعد علي ابراهيم. علي حبابك. مرحب بكم ومرحب بقناة الهلال ومرحب بكل مشاهدي تلفزيون قناة الهلال الفضائية. منورنا كثير يا أستاذ سعد، وبنسعد بفقرة ذاكرة المكان، بنتعرف فيها على سودان الحبيب، بقاع بعيدة وبقاع نائية وبقاع موجودة بالقرب جدا منها، لكن الإعلام ما مسلط عليها، وبالتالي بتكون شوية كده مختفية عن الساحة الإعلامية. أم القرى من أجمل القرى، من أجمل الأماكن. ممكن أم الغرة من أجمل الأماكن، وتعتبر من أحد محليات ولاية الجزيرة. نعم. يعني تعتبر يعني ثاني أكبر المحليات اللي هي في ولاية الجزيرة، فيها مشروع الرهد الزراعي، مشروع المهندسين الزراعيين، عدد من المشاريع التنموية اللي بتساهم في اقتصاد السودان. دورها الاقتصادي إن الزراعة عموما بس؟ هي ما بالزراعة عموما بس، هي تعتبر مثلا فيها الزراعة، فيها الحرفة الأساسية طبعا هي الزراعة، لأنه فيها مشروع الرهد الزراعي، يعتبر مشروع العمود الفقري للاقتصاد السوداني. فيها سهل البطانة، دي كلها مشاريع زراعية بتنمي وتساهم في اقتصاد البلد. وفيها الحرفة الثانية الرعي، معروف البطانة مشهورة بالزراعة وبالرعي، دي كلها وغير الاستثمارات. يا أستاذ سعد، السودان عموما أو الخرطوم حتى العاصمة ذاتها يعني بتشتكي دائما من الصحة ومن التعليم، حظ أم الغرة من الصحة والتعليم كيف؟ حظ أم الغرة من الصحة كحالها غير بقية المحليات في السودان عموما. طبعا أم الغرة دي فيها إشكاليات كبيرة خاصة في الصحة، يعني كانت مهمشة تهميش منذ النظام البائد، تهميش سواء كان اقتصاديا صحيا تعليميا، يعني حالها كحال بقية السودان، يعني التهميش شامل. فالمرافق الصحية يعني كثير من الخدمات منعدمة، التعليم المدارس يعني كل البنية التحتية اللي فيها تعتبر بنية مفككة وبنية هشة، يعني ما بتصلح لأي إن كان ما لم يتعمل لها أبديت في الفترة دي، وعشان تساهم حتى في اقتصاد السودان، تساهم في المواطن ذاته، يساهم في بنية اقتصاد بلده، ما لم يتعمل لها أبديت، ما يعني البنية بتاعتها مهشة. جميل. أبناء أم القرى في كل مكان في العالم، وهم الأحرص على بناء بالسور الجميلة وكذا. أول حاجة طمنا عليكم من الخريف، إن شاء الله ما تأذيتوا. أنتوا الخريف بالنسبة لكم نعمة صحيح؟ الزراعة بتفرحوا به؟ الخريف بالنسبة لنا نعمة ونغمة. ككل حال أهل السودان بيمهدد رسمي يا سيدي. أيوة. في السودان فأم الغرة في الخريف ممكن تعيش منعزلة تماما عن باقي ولايات السودان، صعوبة الوصول لها، الطرق غير محبدة، الإشكاليات فيها كثيرة جدا. وأكثر المعاناة معاناة إنسان أم الغرة سواء كانت في الصحة أو في مجال ثاني بتكون في الخريف، في فصل الخريف، لأنه فصل الخريف أم الغرة بتعيش عزلة تامة. بس ما في فقد في الأرواح إن شاء الله السنة دي أو كذا؟ والله بيكون في، لكن بنسبة يعني ما كبيرة. الحمد لله الفقد يعني فيه، خاصة في الغرق الأنعام وكذا، في عدد من المناطق اللي هي منطقة مير 6 أو عدد من الغرة حصل فيها غرق وفي فقد يعني على حسب الإحصائيات الأخيرة، لكن ما الفقد اللي بيكون به السنين اللي فاتت. الحمد لله أهل المنطقة عشان يجابوا الخريف ومشاكل الخريف بيعملوا شنو بالضبط؟ والله الاستعدادات طبعا السودان ككل يعني بيكون مهدد بفيضانات، بيكون خاصة في فصل الخريف، فبتكون في استعدادات سواء كانت على الردميات، على المشمعات، على حاجات كثيرة جدا، بيكون في استعدادات. استعدادات الخريف يعني في السودان متعارف عليه، لأنه الفيضانات في فصل الخريف خاصة البلد ممكن 90% إنها تتضرر، يعني ما في مكان ما بتضرر في فصل الخريف في السودان. جميل. ورينا أهم الأنشطة الممارسة في أم القرى والمحاصيل اللي بتزرع من خلالها. هي منطقة زراعية رعوية تجارية أيضا صحيح في كل الاتجاهات، لكن هي تميزت بالزراعة أكثر. طيب بتحتملوا أكثر حاجة في الزراعة بحيث أنه ترفض السودان أن تغزو السودان بسلعة محددة، إيه هي؟ اللي هي الذرة، القطن، الفول، دي كل المحاصيل اللي بتتزرع هنا
فيها جزء كبير للمشاريع الزراعية اللي بتغذي السودان يعني في الجانب الاقتصادي ككل يعني، خاصة ولاية الجزيرة ممكن 60% من اقتصاد ولاية الجزيرة بيعتمد على منطقة أم الغرة، لأنه فيها عدد من المشاريع كما ذكرت، مشروع الرهد الزراعي، سهل البطانة، جزء كبير من مشروع الجزيرة، مشروع المهندسين الزراعيين، دي كلها مشاريع زراعية ممكن أكثر من 60% من الاقتصاد بتاع ولاية الجزيرة بيعتمد على محليات أم الغرة. من البشريات الجميلة جدا في الفترة الأخيرة إنه ولاية الجزيرة رجعت للزراعة التعاقدية، وإنه القطن الذهب الأبيض رجع لوضعه الطبيعي والمزارعين ركزوا عليه، وبالتالي يعني ربحي وفير وكمان أمل بجد للسودان. لكن برضو بتعانوا من التوصيل والمواصلات والطرق وكذا، من أهم الهواجس اللي بتواجه المزارع، صح ولا لا؟ صحيح، خاصة لأم الغرة تحديدا يعني كباقي من المحليات، إنه طريق فيها الطريق اللي هو رابط أم الغرة بولاية الجزيرة، فهو الطريق ده أصبح غير صالح للاستعمال، غير معبد، فيه كثير من المشاكل، سبب أضرار اقتصادية كبيرة جدا. والجانب الاقتصادي يعني أنا ذكرته وممكن يتعوض، لكن في جانب ثاني اللي هو الجانب الصحي. الطريق ده معيش أم الغرة في عزلة تامة، لأنه أم الغرة أكثر الخدمات الصحية والمستشفيات موجودة في مدني، يعني هي على مسافة 20 دقيقة أو أقل من مدني. الآن بوعارة الطرق وصعب الوصول إليها والعزلة التامة اللي تعيش فيها ممكن 3 ساعات ما بيصلها. الجانب اللي بيتضرر منه مواطن أم الغرة الآن هو طريق أم الغرة، وأصبح هاجس يروق مضاجع إنسان أم الغرة، فالطريق ده سبب إشكالية، اللي هي أول حاجة من الإشكالية الجانب الصحي. فنحن عشان ما تسعف إنسان مريض من أم الغرة لمستشفى مدني، في الأغلب 90% نسبة وفاته في الشارع، معظم النساء بيلدن في الشارع ما بيصل المستشفى مدني، يعني ممكن حالات متوسط 8 حالات 6 حالات في الشهر دي وفيات بسبب الطريق. يعني الجانب الإنساني في طريق أم الغرة واللي أصلا له تأثير كبير وإنعكاسات سلبية على مواطن أم الغرة اللي هو في الجانب الصحي أكثر. عندنا مركز غسيل الكلى، لو تعطل مثلا انقطاع الكهرباء والانقطاع، لو عايز يغسل في مستشفى في مدني أو عايز يتحرك، فأصبح الجانب الصحي اللي الحالات الإنسانية اللي بتموت في الشارع دي كلها سبب طريق أم الغرة. فغير الجانب الاقتصادي، فالجانب الاقتصادي ده ممكن استثمار يتعوض، لكن أكثر أرواح الناس نحن بنفقدها بسبب طريق أم الغرة. والجانب الإنساني ككل يعني، يعني كثير ما تسمع إنه والله النساء بتطلع في الشارع، ليه ما بتصل من مدني لأم الغرة؟ فالإشكالية كلها في مشروع كان بتاع إنه يا سهام إنه يقوموا يدربوا يعني سيدات من بعض المناطق اللي بتكون بعيدة من العاصمة أو من الولاية، يدربوهم على إنهم كيف يكونوا قابلات في الحالات الزي دي. لله درك يا شعب السودان، يعني بقدر ما بفرح بالفقرة دي وبنتعرف على أهلنا في كل مكان وعلى القرى الجميلة في بلادنا، بقدر ما بحزن بالمآسي اللي بتحكى من خلال الأبناء اللي بيجوا يطرحوها على الهواء. دي حلول عقيمة أنا بعتبرها ذكرى. طب بقول لك ناس كثيرة بتموت ليست فقط النساء يعني، فأبسط حاجة العلاج يعني أنا ما فاهمة، هنناشد لوين ولا وين؟ وأبناء السودان نعمل الأمل عليهم، وزي ما بذكر دائما نحن الشعب قدرنا إنه نكون متكافلين وإنه نهتم بشؤوننا لوحدنا. حكومات على مدى الأزمان لم تراعي الله في هذا الشعب صراحة بالطريقة التي يستحقها. أم القرى غير بعيدة عن الخرطوم، أقرب ما تكون، صح؟ صحيح. أبسطها الحقوق، مستشفى، ناس بتموت في سبيل إنها تتعالج، وقد تكون الأمراض غير مزمنة، لكن في سبيل إنه تصل أقرب مشفى وتتعالج بنفقد أرواح من الأرواح الغالية جدا على سوداننا الحبيب. المآسي أكبر من إنها تروى. صحيح. كان الله في عونكم، تحياتنا لأهلنا في أم الغرة، ربنا يعني يعينكم وغلومنا معاكم. ومناشداتنا لأهل الخير، مستشفى أول مناشدة لنا مستشفى شامل، ما حاجة صعبة، لكل زر حاول برا ويساهم، نعمل إيه يا سعد؟ نحن حالياً عاوزين إيه؟ نحن حالياً اللي هو بسبب حل مشكلة الطريق، كان عندنا قبل تقريباً يوم 23 ممكن دي تكون بشارة لناس أم الغرة، ممكن وصلتهم هي، وقعنا عقد اللي هو عقد بين شركة زادنا العالمية للطرق والجسور
لترميم طريق أم الغرة وإعادة التأهيل. وإن شاء الله نحن في الفترة دي حاليا في وضع اللمسات النهائية وبدء التدشين وبدء العمل في مقبل الأيام الجاية إن شاء الله، ودي تكون اتحلت مشكلة أم الغرة في الطريق، ونشوف المشاكل اللي تجي بعدها زي ما ذكرت قلنا المستشفيات المدارس، لكن حاليا بصدد حل مشكلة الطريق. والحمد لله تم التوقيع على العقد، وإن شاء الله دي مشاركة لناس أم الغرة كلهم. نحن وعدنا كثير إنه الطريق ده كان يدشن في أيام فاتت، لكن نظرا للمعوقات والإشكاليات الكثيرة اللي بتحصل بين هنا وهناك فأجلت مولي طريق أم الغرة، لكن وقعنا في الأيام اللي فاتت على الطريق، وإن شاء الله يرى النور قريب في مقبل الأيام، اللي هي بس ترتيبات فنية بين الشركة المنفذة من وقود لنقل آليات لحاجات، فبالتالي إنها تتحل مشكلة طريق أم الغرة الفاو إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ سعد، إن شاء الله صوتك يكون وصل وقدرت الناس تعرف الإشكال الحقيقي في أم الغرة. وشكرا لك، وتضيف عزيز علينا الليلة في حضرة المساء. شكرا لك سهام، نحن كده وصلنا إلى نهايات اليوم يوم الأربعاء. شكرا لرفقة يا سهام. شكرا لك أنت، النهاية حزينة بحتزل المشاهد، لكن إن شاء الله بكرة أحلى. أمان المحتادة، كونوا دوما على الموعد. ودعنا كون ستك وراي، حبيب الله يشيل أمانته.